سالي سالي لي في اخباركم كلشي بخير، نتمنى انكم تكونوا بصحه جيده كيف العاده. واليوم شاركت معكم فيديو جديد، درت لكم مقتطفات من الجوله ديالي في موروكو مول. مشيت على ودي التخفيضات اللي كاينه مع بدايه السنه الجديده، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم شنو خديت من H&M ونشارك معكم التخفيضات اللي كاينين في كاع لي ماغازان. وهذه هي لا شوميز اللي خديت من H&M، زوينه طويلة ومستورة، الثمن ديالها كان كيدير 399 درهم، وبقات ليا ب 120 درهم. عجبتني وقلت علاش لا ما ناخذهاش ونحتفظ بها حتى الصيف. كتجي طويلة وفيها افتحات في الجناب، وعندها واحد الديتاي في الكمام، جاي لي مانش ديالها عراضين ماشي مقبوطين، وعندهم واحد الافتحة في الجنب كيف ما كتشوفوا هكا. كتجي غزالة في اللبسة، كتجي أنيقة ومستورة، ولا كولور ديالها زوينه، كولور باستيل كلير ماشي دوك لي كولور فلاشي. ودابا نخليكم مع الجوله وغنبداوها ب H&M منين خديت لا شوميز، ونخليكم مع الفيديو مع الجوله اللي درت لكم في كاع لي ماغازان وبديتها لكم كي قلت لكم مع H&M. ونتمنى انكم تستمتعوا بهذه المقتطفات وتاخذوا فكره على اشنو دارج هذا العام وشنو لي برومو اللي كاينين بالنسبه للناس اللي بعاد عليهم هاد لي ماغازون، تيبغي يعرفوا قبل شنو خارج. دابا درت لكم جوله صغيره في كل بوتيكه وشنو فيها لي زارتيكل اللي كيثيروا الانتباه. ونخليكم مع موسيقى ومع المقتطفات، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. Thank you.
قربنا نكملوا الفيديو ديالنا، كنتمنى انكم ديروا ليا جيم وبارطاج وابوني، ما تبخلوش عليا بالبارطاج اكثر، يا قد ما بارطاجيتوا القناه ديالي قد ما كتزيد تكبر ان شاء الله. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.